الديربي البيضاوي عنده رهانات متعدده. اولا الرهان الاول هو دائما ذاك القوه والنديه اللي كطبعها دائما الطاق الديربي والمخلفات ديالو اللي كتنعكس دائما على الفريقين معا. ولكن الديربي ديال هذه السنه على مستوى كاس العرش جا في ظرفيه خاصه، كل فريق من الفريقين معا يحاول ان ينقذ موسمه، لان الفوز بكاس العرش هو انقاذ لموسم كامل. الفريقين باش خرجوا يعني صفر لقب، والكل يطمح باش فعلا يفوزوا او يتوجوا بلقب اللي غادي يغني الرصيد ديالهم، لانه فعلا فريقين جوج خصوصا فريق الوداد البيضاوي اللي غاب على التتويج المستوى كاس العرش يعني مده طويله جدا، ولا يليق بفريق قوي كالوداد. وبالتالي الفريقين بجوج يكرهنوا على هذا الديربي باش يوصلوا للمباراه النهائيه ويطمحوا للفوز بكاس العرش اللي كيغيب عليهم منذ سنوات. وبالتالي هذا اللي كيعطي ذاك القوه والنديه والطابع خاص لهذا الديربي اللي نتمنى انه يمر في جو رياضي، حضور جماهيري كالعاده، وكذلك بطاقم التحكيم يكون في مستوى ديال هذه القوه ديال هذا الديربي اللي النتائج ديالو تكون يعني مؤثره في المسار ديال الفريقين. اكيد مباراه نصف نهائي كاس العرش بين الغريمين التقليديين، نتحدث عن قطبي العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء الرجاء والوداد، هي مباراه انقاذ الموسم ان صح التعبير سواء للنسر الاخضر او لوداد الأمة. الوداد التي خرجت حتى الان خاليه الوفاض، اضاع الفريق الاحمر دوري ابطال افريقيا، لقب البطوله لصالح الزعيم الجيش الملكي. الرجاء الذي يعاني الامرين، تغيير المكتب، اكيد مكتب مسير برئاسه محمد بودريقه، يسعى لتجاوز هذا الدور من اجل ان يثبت اقدامه بالشكل الصحيح. كلها معطيات تؤكد على انه هذه المباراه ستكون مباراه قويه ومباراه كبيره، وستكون يعني الفريقين عينهما على التاهل للمباراه النهائيه، لانه مباراه انقاذ الموسم. اي نعم الفريقان معا لديهما البطوله العربيه كاس الملك سلمان، لكن كاس الملك سلمان لن تكون سهله بالنسبه للفريقين بالنظر لقيمه الانديه العربيه المشاركه سواء من اسيا او من افريقيا. فبذلك اليوم سمي فاينل كاس العرش سيكون مباراه كبيره وقويه جدا بين قطبي العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء. وصعب على الوداد الرياضي انه يزيد يضيع كأس العرش. سنعرف بأن سعيد الناصري منذ قدوم الوداد فاز بجميع الألقاب الممكنة إلا كأس العرش. حتى في الموسم اللي تعتبر مثالي مع وليد ركراكي الآن ناخب وطني، فالوداد ما استطاعش أنه يفوز بكأس العرش، وهذا تيبقى رهان كبير عن فريق الوداد الرياضي هو الفوز بكأس العرش. أكيد بأنه سيسعى إلى ذلك، لكن أنا عندي واحد المشكل هو انه البرمجه ما غتساعد لا الرجاء الوداد، لان تبدلوا الرهانات، الرجاء تغيير كبير، والوداد كذلك في مرحله شك مع المدرب اللي اكيد قد تكون هذه اخر مقابله عنده اللي هو سفين فاندربروك. هناك تغييرات كبيره غادي يشهد الفريق، شكون المدرب القادم، شكون اللاعبين اللي غادي يجي، واش اللاعبين غيبقاو بنفس التركيز. لكن الوداد الرياضي اذا مشى حتى مره اخرى مشى له هذا الرهان ديال كاس العرش، فتنظن بان الفريق سيتعرض لازمه نفسيه. اكيد أكيد هو خروج فريق الرجاء الرياضي، الرجاء الرياضي لن يضمن مشاركة أفريقية الموسم القادم، فبذلك الرهان كبير على التتويج بلقب كأس العرش هذا الموسم. ففريق الرجاء أعتقد على أنه هذه المباراة أنا شخصيا أسميها مباراة الموسم للنسور الخضر، لأنه الانتصار على الوداد والوصول إلى المباراة النهائية والاقتراب من تتويج، فأنت ستضرب أكثر من عصفورين بحجر واحد، فبذلك لا يعني مجال للنسور الخضر سوى الانتصار، ونفس الهدف هو بالنسبة للفريق الأحمر. فبذلك نقول على أنها مباراة موسم بالنسبة للفريقين معا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه خسارة كأس العرش وخروج كذلك من كأس العرش سيكون ضربة قاضية سواء للأخضر أو للأحمر. وفعلا لأن قلت بأن الفريقين بجوج يراهنين على الفوز بكأس العرش لإنقاذ الموسم، وكذلك خصوصا بالنسبة للرجاء البيضاوي اللي ما عندوش تمثيل خارجي حتى الآن، وهذا ممكن أن مستوى كأس العرب ممكن الأمور تخليهم نسبيا في الواجهة، ولكن على المستوى القاري يعني كاين هذا الغياب المؤثر، لان خصوصا فريق الرجاء البيضاوي اللي تعود في السنوات الاخيره انه يتالق على مستوى كاس الاتحاد الافريقي، والمنبر الوحيد ولا المجال الوحيد للعوده الى الواجهه الافريقيه هو كاس العرش، وهذا فعلا كيخلف تاثير على كل مكونات ديال الفريق. اكيد بان الرجاء الرياضي والوداد وجيش الملكي ونضيفوا لهم فتح حريبات وضهر البركان، هذه الفرق ما بقاش مسموح لها بانها تلعب فقط على الصعيد الوطني. علاش؟ لان يعني الميزانيات كبيره، عندها جميع الامكانيات، عندها اللاعبين، عندها الجماهير، عندها الحافز، عندها الالقاب، ما يمكنش لها وما مسموحش لها تبقى لاعبه على الصعيد الوطني. وبالتالي اصرار الرجاء هما محقين انهم يلعبوا كاس الكاف، لان غتعطي اشعاع الفريق وتبقى في الساحة الدولية، غيبقى في الساحة الإفريقية، غيبقى عنده رهانات. وبالتالي أظن بأن فريق الرجاء الرياضي مطالب
بانه يدير الماكسيموم، يدير ما في وسعه باش يدوز النهايه ويتسنى، لان النتيجه او المشاركه في كاس كاف ماشي بيدو بطبيعه الحال، لان هناك نهايات وحسابات اخرى.